بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. هنتعرف النهاردة على النيمي دراوتس. بكل اختصار النيمي دراوتس هي إنك بتحط مسار وبتقدر تحدد له المسار ده باسم يستخدم مباشرة إما مع التحويل أو عمليات التحويل أو الانتقال أو عمليات الإرسال من خلال النماذج أو الفورمز. خلينا نشوف على سبيل المثال، انا هروح اعمل راوت جديد هسميه my data. هاجي هنا هعمل له خلينا نقول على طول ان هو view، هنبدا ننشئه اسمه مثلا my data. هروح اخد الاسم هنشئ فايل جديد هسميه my data.plate.php. هعمل فورم جديد، الفورم ده هيكون جواه بيانات زي الاكشن الميثود، وهتكون من نوعها مثلا بوست، فبالتالي هعمل انبوت هيكون النوع بتاعه سبميت، هيكون الفاليو سند داتا. فبالتالي هنادي على الانبوت تايب هيدن النيم بتاعه توكن، هيكون الفاليو CSRF توكن. ممكن كمان اختصر الكلام ده كله بان انا اجي هنا هقول بالشكل ده CSRF field بالشكل ده. فبالتالي لو رحت على my data هيشتغل معايا الفورم، مش اي مشكلة. فبالتالي احنا في العادي بتاعنا لو جينا بنقول ان احنا عندنا راوت هيكون من نوع بوست مثلا، وهقول فيه receive data، وهاجي هنا هروح استقبل القيم بتاعتي او ان انا هطبع رسالة بشكل افتراضي وهقول welcome to receive data. فبالتالي انا هاخد الاكشن بتاعي من الماي داتا بالشكل ده. انا هحط الماي داتا اكشن واروح اعمل ريفرش سند داتا، هيوديني بس هنا وداني على ماي داتا. كرر لي الكلام ده مرتين، وهو ده الهدف بقى. ان انت لما يكون عندك راوت يتم تحديده باسم يوفر عليك الكثير من الاخطاء اللي بتقع فيها، كمان ان هو بيسهل لك حاجة كتيرة في المستقبل. فبالتالي عشان نحط اسم للراوت ممكن نيجي في اخره هنا ونقول name، فبالتالي هقول receive بالشكل ده. طيب عشان استخدم receive اقدر بكل بساطة اشيل كل الكلام ده واحط double curly practice وهقول route، واحط name بتاعه على طول بالشكل ده. فبالتالي لو رجعت تاني على الفورم بتاعي وعملت ريفرش وبصينا في الانسبكت، هلاقي ان هو جاب لي الرابط بشكل صحيح وجاب لي المسار اللي انا عايز اروح عليه receive data، بينما انا هنا حاطط له name receive وهنا name receive، الا ان انا تجاوزت كل الاخطاء اللي هقع فيها في المستقبل. فدي فايدة مهمة جدا للnamed routes. فبالتالي لو جيت بدأت اشتغل وابعت send data هيوديني على الصفحة بتاعتي بشكل مظبوط. كمان على سبيل المثال لو انا عندي باراميتر بشكل ديناميكي وعايز ابعته زي كده مثلا، ازاي اقدر اتعامل معاه جوه الراوت؟ بكل بساطة كل اللي هعمله هروح في باراميتر تاني واقدر هنا واقول له ID، واحط بشكل ديناميكي الID اللي انا عايز ابعته. على سبيل المثال احط الID ده. فبالتالي لو رحت هنا رجعت على الصفحة بتاعتي مرة تانية عملت ريفرش وادوس سند، هيوديني على البارامتر بتاعي بشكل مظبوط. كمان بعض الميثود التانية اللي موجودة اللي احنا ممكن نتعرف عليها اللي بتقدر تخلق روابط ونستخدمها في المستقبل، زي على سبيل المثال ان انا عندي ال to route. فبالتالي لو جيت هنا قلت receive هيديني رابط هنا في ال تحت ال send data button، هعمل refresh
هيقول لي هنا ان انا عندي بارامتر مش موجود، فبالتالي انا هقدر اقول له هنا ID وهحط له مثلا اي رقم على اساس ان هو رقم ديناميكي مثلا، وابدا اعمل ريفرش. لاحظ هيخزن لي زي يعني بيانات بالصوره ديت، وهيطلع لي فيها بقيه العمليه الخاصه بالبراوزر. طبعا ممكن اقدر بكل بساطه هنا اطبعها از رابط او از URL بالشكل ده. هاجي هنا واعمل ريفرش، هيطبعها لي بالشكل ده، فبالتالي على طول هو بعديها حولني على الرابط، لكن هو التحويل ما حصلش بسبب ان هو ميثود خاصه بعمليه تحويل من قلب كود البي اتش بي. فبالتالي هنا عشان نستخدم الطريقه دي ممكن بكل بساطه اروح هنا على راوت جديد مثلا، اعمل راوت وهقول ان هو اكزامبل مثلا، وهروح على خلينا اقول على طول على الراوت او التو راوت بتاعي، وهنا هعمل اكزامبل 2 واعمل راوت جديد من نوع جيت، وهقول اكزامبل 2 وهحط فيه البارامتر اي دي مثلا على سبيل المثال، واجي هنا اقول واطبع نفس البيانات بتاعتي. بكل بساطه هقول ان انا عندي اي دي اقدر اطبعه بكل سهوله، واطبع كمان لو عايز اطبع اي داتا اضافيه. فبالتالي لو جيت رحت على اكزامبل نفسه على طول بالشكل ده اكزامبل، هيوديني على اكزامبل 2، لكن لو تلاحظ هنا راوت اكزامبل 2 نوت ديفايند. فبالتالي السبب ايه؟ السبب ان هو مش شايف الراوت ابدا عشان يبدأ بعملية التحويل اللي احنا عايزينها، مع ان انا ضايفها تحت. طب ايه المشكلة؟ اني انا هنا محتاج احط نيم للرابط بتاعي، فبالتالي هنا هقول نيم فهقول example 2، فبالتالي عملية التحويل هتحصل عشان انا فعلا حطيت نيم للexample 2 بتاعي. كمان ممكن تستخدم بشكل او بديل عن التو راوت ان انت تقول له ريدايركت بالشكل ده راوت. فبالتالي لو رحت على اكزامبل هيوديني تاني على اكزامبل 2. فدي كل الميثودز اللي انت ممكن او يعني خلينا نقول الميثودز اللي هي ممكن تساعدك في عمليه التحويل. فدي كانت النيمد راوتس في لارافيل مع كمان عمليات التحويل الخاصة بيها او ال URL generating. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.